رح نبدأ أخبارنا الثقافية والفنية، والبداية مع تجمع المراكز الثقافية الأوروبية بلبنان ومكتبة أنطوان ودار أنبوز للنشر يلي بيدعو إلى الاحتفال بيوم اللغة الأوروبية بلبنان، وذلك نهار 17 الشهر، حيث رح تتاح الفرصة أمام الأولاد خاصة أنه يلعبوا ألعاب بتخولهم يتعلموا عدد من اللغات الأوروبية مثل الإنجليزي، الفرنساوي، الألماني، الروماني، الإيطالي، الإسباني، وأكيد أكيد العربي، وذلك ابتداء من الساعة 10 قبل الظهر، على أنه يتابع النشاط ابتداء من الساعة 12 مع قراءة قصص بمختلف اللغات. عم نشوف الأفيش الخاص بالمهرجان، إذا الموعد ب 27 الشهر بمكتبة أنطوان بأسواق بيروت. Come on over, the biggest bike party in town is here. وتحت هالعنوان بيدعي عدد أو بتدعي عدد من الجمعيات الأهلية بلبنان للدورة الأولى من بيروت بايك فاستيفال، بيجتمعوا فيها كل العائلة كبار وصغار ليلعبوا ألعاب تحدي وعروض كلها علاقة بالدراجات الهوائية والنارية. نشاطات خاصة بهالنهار، موسيقى، رقص وغيرها مع مسيف ثاندر باريد، وذلك على مدى 3 أيام 19 20 21 أيلول. منتابع مع أخبارنا، برودكشن 8 بتقدم أكبر عرض لألعاب الخفة والسحر بالعالم، 7 من أهم السحرة رح يلتقوا ليقدموا عرض استثنائي سبق وقدموه بجولة خلال العالم حضروه ملايين الأشخاص. الموعد من 8 ل 11 تشرين الأول بأوقات مختلفة بالفورم دو بيروت. عم نشوف الإعلان الخاص بهالنشاط. منتابع مع اخبارنا، وي برود ذا فارم تو بيروت، وتحت هالعنوان بيجتمعوا عدد من المنتجين اللبنانيين بزيكو هاوس بالحمراء ليقدموا كل منتجاتهم من مأكولات ومنتجات لبنانية طبيعية. هالنشاط مخصص لكل العائلة وبضم محطات خاصة أيضا بالأطفال. إذا زيكو هاوس بالصنايع شارع سبيرز، بلش النشاط ب 15 شهر وبيتابع لغاية 24 أيلول من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 5 بعد الظهر. عم نشوف اشياء طيبة من منتجات لبنانية طبيعية. رح تابع مع الأخبار الثقافية مع هاد جوتي، بينظم نشاط سينمائي تحت عنوان أسبوع الأفلام الألمانية، وذلك بدورته الأولى. 12 فيلم ألماني معظمهم حايز على شهادات وجوائز عالمية مثل تو لايفز، بيلافد سيسترز، لاف ستيكس وغيرها من الأفلام. الموعد من 18 لغاية 27 أيلول بمتروبوليس أمبير سوفيل بلا أشرفية. عم نشوف مشاهد من فيلم تو لايفز يلي رح نعرض ضمن هالدورة. Weiß nicht, ob sie immer noch Schlöber heißt. Und wenn sie schon tot ist? In dem Fall wäre das Problem gelöst. منتابع هالمرة مع الأخبار الموسيقية، بلال and the Yugoslavian Gypsy Brass Band بموعد موسيقي، ولكل يلي بحبوا الموسيقى اليوغوسلافية بيقدروا يتوجهوا للميوزيك هول ب 20 تشرين الأول ابتداء من الساعة 9:30 المساء. رح ناخذ فكرة ونسمع بلال. وجيب المجوس برقص أمه، خلي الشعر ورسم على الأعضاء طايل.
الأجواء رح نتابع ولننتقل إلى الصليب الأحمر اللبناني قسم الشباب يلي بدعي إلى مهرجان بعنوان عيشوا معنا السلام معنا يلي هي ألف طويلة وألف مقصورة بالمعنيين وذلك على مدى 3 أيام رح تعيشوا مهرجان سلام لعام 2014 مع رسم معرض فني مسيرة شموع دورة تدريبية وعروض فنية موسيقية ومن بيناتهم محطة فنية مع الفنان هشام الحاج 3 ليالي وأمسيات ب 19 20 21 أيلول بساحة الشهداء ببيروت. تحت عنوان لابومب فرقة الرحل الكبير مرة تانية بمواعيد موسيقية فنية هالمرة أمسيتين ب 23 و 30 أيلول على مسرح مترو المدينة بالحمراء ابتداء من الساعة 8:30 المساء. نتابع مع اخبارنا زومباتون تشاريتي ايفنت هو نشاط لرياضه الزومبا وبنفس الوقت هو نشاط بيدعم جمعيات او اهداف انسانيه سن الهدف هو التوعيه من سرطان الثدي وذلك من خلال براست كانسر اريبيان فاونديشن الموعد نهار 27 ايلول مع العاب رياضيه ورش عمل محاضرات واكيد زومبا بالداون تاون اسواق بيروت. دالي كوراسون تدعي إلى نهار جبلي بيئي بامتياز المشوار على أرز تنورين أو جرود تنورين للمشاركة بموسم التفاح فيكم تقطفوا تفاح تتغدوا بالطبيعة بالإضافة لزيارات لأماكن أثرية مثل كنيسة مارشاليتا يلي عمرها أكثر من 1000 سنة وزيارة أيضا بلوع بلعة تنورين اللي بتعلى عن سطح البحر بين 1500 و 1750 متر بتضم الكثير من الأثرات والمناظر الطبيعية التجمع نهار الأحد 28 شهر الساعة 7:30 صباحا من أمام كنيسة مارمارون بالدورة. يمنى سابق خلاص؟ طيب يمنى سابق بتطلق ألبومها الثالث يلي بيحمل عنوان نجوم وذلك بأمسيتين موسيقيتين على خشبة مسرح مترو المدينة بالحمراء الليلة 18 وبكرة الجمعة 19 الشهر بمرافقة عازف الجيتار فادي طبال ابتداء من 9:30 المساء. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الأخبار الثقافية والفنية رح نعرف أكثر عن أحوال الطرقات مع بياريت. جولة بنقوم فيها على بعض المناطق اللبنانية من خلال كاميراتنا لناخد فكرة عن حركة السير وعم نشوف جسر سليم السام يلي عم بيشهد بها الأثناء على حركة سير ناشطة أوتوستراد الزلقة كمان بدوره عم بيشهد على حركة سير ناشطة خاصة المسلك المتجه نحو العاصمة صيدا لليوم كمان حركة سير عادية أوتوستراد جوني عم بيشهد على ازدحام السيارات عم نشوف خاصة المسلك الغربي منه ومن أوتوستراد جوني إلى مثلث خلدي اللي بدوره عم بيشهد على حركة سير ضاغطة مع توقف لبعض السيارات مثل ما عم نشوف على بعض المحاور بكل الأحوال رقيب أول توني بشعليني من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليفيدنا بتفاصيل أكثر عن حركة سير صباح يوم الخميس صباح الخير صباح النور يعطيك العافية الله يعافيك تفضل نعم بالنسبة لوضع السير مثل ما تفضلتي وحكيتي الحركة ناشطة من جوني باتجاه نفع نهر الكلب لتكمل الحركة كثيفة من طبية مرورا بجل الديب نهر الموت لتكمل ناشطة دورة الكارانتينا شارل الحلو بكفية أونتلياس باتجاه أونتلياس عم يشهد حركة كثيفة وأسراد المتن السريع عم يشهد حركة كثيفة باتجاه نهر الموت مثلث خلدي حركة صباحية كثيفة باتجاه شويفات وبالعكس خلدي باتجاه أنفال المطار
كذلك ناشطة من خلدي باتجاه الأوزياي. المدخل الجبلي عم يشهد حركة سير ناشطة باتجاه الجمهور الصياد. بولفار سن الفيل الإشارات حركة ناشطة باتجاه الصالومي الحايك لتكمل حركة سير كثيفة من الحايك باتجاه جسر الواطي السوق الأحد. مستديرية المكلس باتجاه المنصورية وبالعكس عم يشهدوا حركة سير ناشطة لكثيفة. ضمن العاصمة بيروت محور كورنيش المزرعة البربير المتحف العدلية بعد الحركة ناشطة دون أي توقف. عنا حركة ناشطة لكثيفة من المدينة الرياضية جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام الوسط. عنا جسر العدلية يعني اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي عم يشهد حركة سير كثيفة باتجاه الأشرفية. اوتوستراد الرئيس إيميل لحود يعني الخط اللي جاي من الصياد باتجاه سوق السمك وباتجاه الكارنتينا عم يشهد حركة سير كثيفة بسبب الأشغال وتضييق الطريق. الكورنيش البحري عم يشهد على طول حركة سير ناشطة على الكارنتينا. نعم الاشغال على الكارنتينا امتى بتخلص؟ هلا مبدئيا ما فادونا ايمتى بتخلص حتى الانتهاء من الاشغال. نعم من الاعمال الحفر تمهيدا لتوسيع الطريق دوليا. نعم بالنسبه للحوادث تسجل عنا خلال ال 24 ساعه الاخيره 11 حادث موزعين على الاراضي اللبنانيه نتج عنهم للاسف قتيلين و14 جريح. القتيلين من جراء تدهور شاحنه بمنطقه فريا والحادث الثاني اللي نتج عنه قتيل من حادث صدم بمنطقه الشمال. بالنسبه للاشغال اكيد فدنا هلا عن الاشغال الحفر وتوسيع الطريق بين الكارنتينا وشار الحلو حتى على سوق السمك مستمره حتى الانتهاء من الحفر وتوسيع تمهيدا لتوسيع الطريق. كذلك عنا صيانة الإنارة والشفاطات داخل أنفاق المطار بالاتجاهين مستمرة يلي فدنا عنا ابتدت الأشغال من 16 هيدا الشهر مستمرة لغاية 23 هيدا الشهر وكمان هالأشغال مستمرة دون أكيد قطع الطريق وعم يشتغلوا فيها ليلا نهارا. كذلك اليوم بدي فيد الساعة 23 يعني الساعة 11 ليلا لغاية 6 الصبح من اليوم التالي يعني كل يوم من 11 ل 6 الصبح لفترة شهر ابتداء من اليوم بده يبدا تنظيف وصيانه الاناره واكيد الشفاطات داخل نفق سليم سلام المسلك الشرقي، يعني اللي بنحكي المسلك الشرقي يعني الخط اللي بيودينا من جسر الكولا باتجاه الوسط. نعم بدي ارجع اذكر المواطنين الكرام للتواصل مع غرفه التحكم بالمرور الاتصال على الرقم 1720 او عبر التواصل الاجتماعي تي ام سي لبنان. تي ام سي لبنان على موقع تويتر. شكرا لك رئيب اول توني بشعليني يعطيك الف عافيه. نحن رح نتوقف هلا مع تاني فاصل ومن بعده تقارير منوعه مع اخبار الصباح بتبلش. ضلكم معنا.